بشرى. مشاهدينا أهلا بكم، أنتم على قناة الأولى مباشرة، أهلا بكم في نشرة الظهيرة وتتابعون في أبرز عناوينها. مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 72 حالة، من ضمنها 7 حالات تحت التنفس الاصطناعي. وسط إجراءات وقائية تهم الكسابين والزبناء على حد سواء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إقبال متزايد تشهده أسواق بيع الماشية بمختلف جهات المملكة، والنموذج نسوقه إليكم من جهة بني ملال الخنفرة. دعم سلسلة إنتاج وتثمين البرقوق المجفف للرفع من الإنتاجية وتلبية حاجيات السوق المحلي والجهوي والوطني جعل منه رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة فاس مكناس. مستهل النشر بجديد الحالة الوبائية ببلادنا، حيث أعلنت وزارة الصحة بالأمس عن تسجيل 609 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و115 حالة شفاء وثلاث حالات وفاة. هذه الحصيلة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى 20887 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 16553 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 316 حالة بعد تسجيل 3 وفيات جميعها بمدينة فاس. وضع مقلق تعيشه العديد من مدن المملكة، حالة حرجة وخطيرة تستقبلها المستشفيات كل يوم، بعضها قد يكتب لأصحابها النجاة والبعض الآخر قد يغادرنا إلى دار البقاء. تجارب مريرة بين الحياة والموت يستحضرها روبورتاج سميرة أصبان، مصطفى الزهري، مصطفى ودا، سعيد ناجح ونور الدين الوبني. الإنعاش الخط الفاصل بين الحياة والموت، ذعر وخوف من خسارة الأرواح يعتري الجيش الأبيض في كل لحظة. كثيرون استسلمت أجسادهم لشر كوفيد-19، وآخرون لا زالت أبدانهم تقاوم مضاعفات الفيروس التاجي. الخضوع للتنفس الاصطناعي والمكوث في غرف العناية المركزة كان مآل الحالة الحرجة من ضحايا كوفيد-19. نحن الآن في قسم الإنعاش بمستشفى محمد السادس بطنجة. الضغط يتزايد على الطاقة الاستيعابية لغرف الإنعاش والعناية المركزة، وضع ألقى بظلاله على إيقاع اشتغال الأطر الصحية هنا، وتزايد الحالات صار الاحتمال المخيف. وضعية مقلقة ومقلقة جدا، لا من ناحية العدد، لا من ناحية العمر ديال الناس اللي كيجيونا، لا من ناحية الحالة فاش كنستقبلوهم في المستعجلات. فمن ناحية العدد فإننا كنستقبلوا عدد كبير، من دابا ولينا كنستقبلوا 6 حتى 10 الناس في النهار. من ناحية العمر فإننا بدنا كنستقبلوا شباب في العين، شبابهم من 20 سنة حتى 40 سنة. من ناحية الحالة فاش كنستقبلوهم فهي حالة حرجة جدا جدا، بعض المرات ما كنستدركوش الموقف لأنه رغم التدخل السريع اللي كندير. فكنطلبوا من المواطن يشجعونا، فاحنا في خدمته، في خدمة صحة المواطن، ولكن ومنطون كنبغوا أنهم يشجعونا. باش غيشجعونا؟ كنطلبوا أنهم يلتزموا بالكمامة، الله يجزيهم بخير، يلتزموا بالكمامة والكمامة بالتباعد الاجتماعي، يلتزموا بالتباعد الاجتماعي، وأنهم يعرفوا بأن رفع الحجر الصحي راه ما كيعنيش أن الفيروس مشى، الفيروس كاين وكيفتك بعباد الله وكيمرض عباد الله، وأنه عندنا هنا ناس
ناس في حالة خطيرة جدا. في مستشفى محمد السادس بطنجة يضم قسم العناية المركزة 29 سريرا، 24 من هذه الأسرة صارت شاغرة في ظل تزايد الحالات الحرجة. الوضع لا يختلف كثيرا في المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. ندوب الفيروس الترجي بادية على أجسام المرضى، وأجهزة التنفس الاصطناعي لا يستغنى عنها لإنقاذ حياة أشخاص في حالة خطيرة يستقبلهم المستشفى يوميا. الحالات بدأوا يكثروا، الحالات المستعصية بدأت كتكثر، الأقسام بالإنعاش بدأوا يعمروا، الأقسام اللي كنا سديناهم بدينا كنحلوهم، الأقسام اللي ما وصلناهمش كاع اللي كنا وجدناهم ما حليناهمش ما احتاجيناهمش دابا ولينا كنحلوهم. هذا الشيء هذا خطير جدا. الناس تعرف خصها تعرف أنه كوفيد راه ما سالات، راه باقي كوفيد، باقي كاين وباقي خطير وباقي كيقتل إلا ما خديناش الإحتياطات اللازمة. راه هذا الشيء هذا غادي وكيتزاد، وحنا غاديين خطر في خطر، والأقسام الإنعاش راه غادي وكتعمر، واحد الساعة نتغلبوا هذا الشيء ما نقدوش عليه. فيروس كورونا لا ينتقي ضحاياه، السن يبقى مجرد رقم لا يعتد به الفيروس الترجي حين يغزو البشر. الأطر الصحية بمستشفى الحسن الثاني بفاس شاهدة على تجارب شباب تكبدوا مضاعفات الفيروس فصاروا في عداد الحالات الحرجة أو الخطيرة. القدرة السريرية ديال سيرفيس الغيانيماسيون كوفيد 13 سرير، لا مواتي ديالهم نص ديالهم دائما دي مالاد كي سون جون اللي ما عندهمش أمراض مزمنة، نون با دونتيسيدون. واكتوالمون عندنا واحد المريض عنده 20 عام ما عنده حتى شي انتيسيدون، واللي سكانر ديالو كيبين على أن الرئة ديالو مدمرة بالفيروس، 70% ديال الرئة ديالو ما خداماش. دونك الحاجة اللي بانت حاليا هو أن هذا الفيروس جاب واحد لا فيرولونس تري زيلفي، سيتادير في الاول من مارس كان كيكون الاسكانير توراسيك كيبينوا ان النسيج الرئوي كيكون مدمر بنسبه ما كتزاوجش 30%، مي حاليا ولات كتراوح داك النسبه من 50 حتى 70%. الان كنشوفوا بعض الحالات اللي ما كناش كنشوفوها حتى في بدايه الوباء، وهذا الشيء العالم كله كيشهد واحد الموجه ثانيه ديال الوباء كوفيد 19، وكنتمنوا ان هذه الموجه ما تكونش اخطر من الموجه الاولى، ولكن مع الاسف الحالات الان اللي كنشوفها في المستشفى الجامعي خصوصا في اقسام الانعاش والمستعجلات هي حالات خطيره جدا، كتقيس الناس اللي صغار والناس اللي كبار، الناس اللي عندهم امراض مزمنه والناس اللي ما عندهم حتى شي مرض مزمن. الحاله ديالهم طبعاً الحال غير مستقره، جد حرجه. ملي كنشوفوا الاسكانير ديالهم داك الشيء راه مخيف، العدد ديال الناس في تكاثر، ولكن مع كامل الاسف لما كنشوفوا مثلا الان في الزناقي الناس كيتمشاو وكان شيء لم يكن، وكان ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين لا كمامه لا تباعد اجتماعي لا احتياطات. اوطون في الاول كانوا الناس كانوا كيتاخذوا هذه المسائل بهذا الجد، ولكن الان كنشوفوا واحد الاستهانه كبيره ديال المواطن بهذه المسائل هذه. مغادره غرف الانعاش بالانتصار على الفيروس الفتاك ليس دائما السيناريو الوارد. خلال تصويرنا للروبورتاج في مستشفى محمد السادس بطنجة، واحدة من ضحايا كوفيد 19 تفارق الحياة بعد أن أنهك الفيروس جسدها. هاي دي حالة حرجة، جد عندنا حالة جد حرجة رغم التدخل السريع، فهي فارقت الحياة ويرحم المسكينة. قصص انتصار فيروس كورونا على حياة البشر عديدة، وهذه كانت واحدة فقط. في بلادنا 316 شخصا إلى حدود اليوم دونت أسماؤهم في سجل الوفيات بسبب مضاعفات كوفيد 19، وما تخفيه الأيام المقبلة قد يكون أخطر بكثير. وعبر مختلف جهات المملكة حملات توعية تباشرها السلطات والمجتمع المدني لحث المواطنين على الالتزام بالتدابير الوقائية لمواجهة خطر تفشي الوباء، وفي مقدمتها وضع الكمامات الواقية. من أزرو روبورتاج رضا عما وأحمد الفضيلي. مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، وضع الكمامة أمر ضروري للتصدي لوباء كوفيد 19،
هنا بأزرو جولة للسلطات المحلية للوقوف على مدى احترام الساكنة للتدابير الوقائية والاحترازية، وعلى رأسها وضع الكمامة. هذا قانون منطقي لأنه قانون كيحمي المواطنين، وكيخص المواطن يستعمل الكمامة باش يحمي نفسه ويحمي المحيط ديالو. الواجب علينا جميعا كمواطنين أننا نلتزم بالتدابير الاحترازية اللي فرضتها السلطة، خصوصا استعمال الكمامة في الأماكن العمومية. ويحتفظ على راسه، أرى هذا المرض خطير، ديروا الكمامات ديالكم وكل واحد يبعد من الآخر. هذا القرار اللي قرر الدولة راه مصلحة المواطن، وخصنا نديرو كمامة ونحميو روسنا ونحميو العائلة ديالنا ونحميو صحابنا. عملية التحسيس بخطورة وباء كوفيد 19 سخرت لها وسائل لوجستيكية وبشرية بهدف تجاوز الوضع الوبائي الذي تعرفه بلادنا. الكمامة ماشي غير واجب، شي حاجة فوق الواجب. علاش؟ لأنك تحافظ على صحتك وصحة الناس الآخرين. هذا قرار صائب. علاش؟ لأن كانت الأمور عندنا في الأيامات المزيانة من تطلقات الحرية للناس، الناس ما بقاش مهتمين بالعملية الاحترازية. إذا نرى ضروري خصنا شوية ديال الزيار باش ترجع الأمور للنصاب ديالها إن شاء الله تعالى. الكمامة هذه مادام دارتها الدولة إلا وهي في الصالح ديالنا، حيت ولينا دابا كنشوف العدد ديال الناس اللي كيتصابوا والعدد الناس اللي في الإنعاش وهذا الشيء، وحنا معلوم أن الدولة ديالنا أسرة الإنعاش فيها قلال. يعني ما يمكنناش نتسامحوا مع هذه القضية ونبقاو كنا ما دايرينش الكمامة، خصنا نديروا الكمامة باش نحميوا راسنا من الناس اللي قرابين لينا. وضع الكمامة أمر واجب بقوة القانون، وعقوبات زجرية تنتظر كل مخالف. ولكنها قبل ذلك هي ضمان ووقاية من انتشار فيروس فتاك يذهب ضحيته الآلاف يوميا عبر العالم. مع اقتراب عيد الأضحى إقبال ملحوظ تشهده أسواق بيع الماشية بمختلف جهات المملكة، تؤطر العملية إجراءات وقائية تهم الكسابين والزبناء على حد سواء. النموذج نتابعه من جهة بن ملال الخنفرة في روبورتاج ياسر العمراني وعمر جليدي. جهة بني ملال خنيفرة وفرت هذه السنة ما يفوق 40 سوقا تم تدعيمها بخمسة أسواق نموذجية أنجزت للزيادة من الطاقة الاستيعابية لأسواق بيع الغنم بالجهة. هذه الأسواق تجد إقبالا من طرف الباحثين عن اقتناء أضحية العيد. المنطقة اللي معروفة بالسردي الأصيل، يعني الزين ديالو البادرة مزيانة، وأننا كنشريوه حنا الحولي الشروط كلها متوفرة لأن حالته اللي مرقم بالطنقة يعني عدوا الفحوصات ديال البيطري. فرحة العيد لم تنسي الجهات المختصة خطر انتشار فيروس كورونا. كل الأسواق احترمت إجراءات الوقاية الصحية والتي تبقى إلزامية حتى تمر هذه المناسبة في أحسن الظروف. يتم إلزامية ارتداء الكمامة وكذلك التباعد الاجتماعي وكذلك التعقيم، وكذلك هناك سجل لضبط الهوية نتاع الكسابة نتاع المشترين. هذه التعبئة كتجي باش بالقيام ديال الحملات التحسيسية، وكاين هناك تأطير ديال العملية ديال عيد الأضحى، يعني باش تدوز في واحد الظروف آمنة وسالمة. ويناهز عدد رؤوس القطيع بجهة بني ملال الخنيفرة 4 ملايين رأس، منها 3 ملايين من الأغنام ومليون من قطيع الماعز. جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية يتم اتخاذها قبيل حلول عيد الأضحى المبارك بالمركب التجاري سوق الأحد، مثل إلزامية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا. حيجب التامك ومحمد توانينا معهم التفاصيل بالصوت والصورة. قبيل حلول عيد الأضحى المبارك يعرف سوق الأحد رواجا كبيرا من طرف المواطنين لاقتناء مختلف مستلزمات العيد، إقبال ترافقه مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تحث عليها السلطات المحلية من إلزامية ارتداء الكمامة واحترام مسافة الأمان حماية للتجار وكذا للوافدين على هذا السوق. كنبغي نقول الإخوان كبير وصغير يلتزموا بالكمامة ديالهم والمسافة والوقاية والتباعد. بمناسبة عيد الأضحى كنحاولوا أننا نتقدوا العطرية، راك عارف بالنسبة للعيد
والحمد لله جينا اليوم للسوق كاين كاع الاجراءات ديال الحمايه وديال الاحتياطات. الناس دايرين الكمامات، الناس كاين التباعد، ما كاينش الازدحام بزاف. وكما كتلاحظ من المواطنين راه الحمد لله راه كلشي كل واحد دار الاحتياط ديالو، مسافه الامان كاينه، كلشي كاين، والاثمنه راه مناسبه الحمد لله، وراه بخير وعلى خير اللهم لك الحمد. تجار السوق بدورهم يعرضون مختلف احتياجات الأسر المغربية خلال هذه المناسبة الدينية مع حرصهم على احترام التدابير الصحية والوقائية. الشيء المبشر هنا في سوق الحد وهو أننا كنشوفوا جميع المواطنين كيديروا الكمامات ديالهم باش إن شاء الله يكون واحد شوية ديال يعني تخفيض في عدد الإصابات ديال كورونا. ملي كتوضع الكمامة راك كتحمي نفسك والآخر كيوضعها كيحميك، وبطبيعة الحال التباعد الاجتماعي كذلك مهم. وكنتمنى من الزوار للزوار ديال سوق حد إن شاء الله أنهم يحترموا مسافة الأمان، خصوصا مسافة الأمان ووضع الكمامة. فرحة العيد يجب ألا تنسينا مسؤوليتنا الفردية والجماعية في مواجهة هذه الجائحة، خاصة وأن المطلوب منا جميعا فقط ارتداء الكمامة والحرص على النظافة والتباعد الجسدي. جهة فاس مكناس تحتل الصدارة في إنتاج فاكهة البرقوق المجفف بإنتاج يناهز 200,000 طن، ومع اقتراب عيد الأضحى تعمل وحدات التلفيف على توفير هذه الفاكهة في الأسواق الوطنية وفي الخارج. من مكناس روبورتاج عبد السلام الخلوي وإبراهيم الغوتي يقربنا من دورة الإنتاج بوحدة خاصة بالتثمين والتلفيف. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وبعد جمود نشاط الوحدات الإنتاجية خلال فترات الحجر الصحي، سلسلة تثمين الفواكه تعيش أوج نشاطها بمكناس والجهة لتوفير متطلبات الأسواق المغربية من البرقوق المجفف. نشاط هذا محاط بإجراءات صحية صارمة حفاظا على سلامة فرق الإنتاج والتوزيع وكذا المستهلك. فهاد الوقيتة ديال العيد الكبير توقع شويه ديال الطلب في الانتاج، اللي المحصول تقريبا ديال السنه تنجي في واحد 70% ولا 80% في هذه الوقيته هذه. وتتبعوا دابا جميع الوحدات تقريبا هذه واحد الشهر باش يحاولوا يكفيوا السوق من الطلبات ديالو، لان معروف المغاربه كلشي تيدير الطاجين، والطاجين تيخصو البرقوق المغربي باش يتخضر. كتحاول جميع الوحدات في جهه فاس مكناس انها تلبي طلبات جميع باقي الجهات من المغرب، وتزامنا مع كوفيد 19 حاولنا أننا نكون جنود مجندة وعطينا شروط احترازية باش أننا نرسلوا المنتوج ديالنا في ظروف جيدة للزبون. الصحة والسلامة والجودة ضوابط تحكم عجلة الإنتاج داخل هذه الوحدة عبر المراحل المتعددة التي تقطعها فاكهة البرقوق. فجهة فاس مكناس تحمل التميز في الإنتاج باحتلالها الصدارة، وما تنتجه وحدتها أيضا يغطي حاجيات الأسواق المغربية خاصة في هذه المناسبة الدينية العظيمة. للوقاية من وباء كورونا اتخذنا مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية باش نحميو نفوسنا ونحميو حتى العمال معنا. من بين الإجراءات الوقائية الحفاظ على قواعد النظافة في جميع مراحل تثمين البرقوق. سلسلة تثمين فاكهة البرقوق بكل مؤهلاتها وبقدراتها وجودة منتوجاتها أصبحت تشكل رافعة تنموية ومحركا اقتصاديا واجتماعيا على صعيد الجهة، قطاع يستشرف آفاق واعدة مع مخطط الجيل الأخضر، أفق يؤهله لربح رهان التنافسية ودخول الأسواق العالمية. ولمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من مدينة مكناس السيد حسن المراني المدير الإقليمي للفلاحة بمكناس. أهلا بك سيدي. شكرا على الاستضافة سيدة سكينة. أهلا بك. إذن سيد المراني، إنتاج البرقوق المجفف سلسلة لها مكانة خاصة طبعا على صعيد الجهة، وقد عرفت تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة في المساحة وفي البنية التحتية، هل وضحت لنا على ماذا ارتكز هذا التطور؟ بالفعل أنه سلسلة البرقوق المجفف من المنتجات الفلاحية المهمة على صعيد مكناس ولا كذلك على صعيد الجهة ديال فاس مكناس،
لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية، وخاصة أنه المناخ بالمنطقة عندنا هو مناخ جد ملائم لتنمية وتطور هذا النوع من المنتوج، كذلك أنه منتوج غير مكلف لا يحتاج العديد من التدخلات كبعض المنتوجات الأخرى، فبالتالي فأنه هذا المنتوج هذا فهو في المتناول ديال المنتجين ديالنا بالمنطقة، زيادة على أنه فوق المساحة 15,000 هكتار بالجهة، والمنتوج الإنتاجية بمكناس تتفوق 20,000 طن ديال البرقوق سنويا، اللي تيمثل 10% من المنتوج ديال الجهوي، اللي تيفوق كذلك 200,000 طن من البرقوق الفاكهة، اللي تيتم التثمين ديالو بالوحدات ديال التجفيف اللي متواجدة لا على صعيد مكناس ولا على صعيد الجهة. هاد الوحدات اللي تتفوق 50 وحدة، واللي تتمكننا من التثمين ديال هذا المنتوج هذا، لانه من خلال التجفيف انه تيمكننا نخزنوه وتيمكننا نحافظوا عليه في اماكن الخزن، وتيمكن هكذا انه التوزيع ديالو والتوضيب ديالو تيتم على حسب الطلب ديال السوق، وخاصه اننا تنعيشوا الفتره ديال عيد الاضحى اللي هي تتعرف الذروه ديال الاستهلاك ديال هذا المنتوج هذا، لان تقريبا 81% من المنتوجات المجففه من برقوق فانها تستهلك في هذه المناسبه هذه ديال عيد الاضحى. والوزاره انه مواكبه التطور ديال هذه السلسله هذه من خلال البرامج اللي واضعه ديال الدعم ديال هذه السلسله في اطار صندوق التنميه الفلاحيه، حيث انه الوحدات ديال التثمين فهي تستفد من واحد الدعم ديال 20% من قيمه الاستثمار مع واحد السقف اللي تيمكن له يبلغ واحد 2 مليون ديال الدرهم. هذا الشيء هذا اما لخلق وحدات جديده او لاعاده تاهيل الوحدات القديمه. طيب سيد جمراني، استغلال الوحدات الانتاجيه في هذه الفتره يخضع لضوابط صارمه في السلامه الصحيه، كيف تواكبون هذه الديناميه خاصه ونحن نعيش اجواء مناسبه عيد الاضحى والطلب يزداد على هذا المنتوج كما قلتم قبل قليل؟ فعلا خلال هذه الفترة اللي تنعيشها ديال الوباء ديال كوفيد 19، فإن وزارة الفلاحة صدرت واحد الدليل خاص بالوحدات ديال التثمين وديال هذه المنتوجات الفلاحية، ومنها كذلك هذه الوحدات ديال البرقوق، فإنه عملنا واحد عدة زيارات تحسيسية للوحدات ديال التثمين، وتم توزيع عليهم هذا الدليل هذا اللي تيوضح لهم الإجراءات ديال السلامة الصحية التي يجب اتخاذها، لا للحفاظ على السلامة ديال المهنيين والعمال، لا كذلك الحد من انتشار ديال هذا الوباء، وكذلك لضمان استمرار اشتغال هذه الوحدات هذه في ظل هذه الظروف هذه. فانه جميع المصالح التقنية ديال وزارة الفلاحة والمديرية الإقليمية ومراكز الاستشارة الفلاحية، فانه عملنا على التحسيس والتأطير ديال هذه المنتجين هذو كذلك، باش انه تمر إن شاء الله هذه الأزمة في ظروف جيدة إن شاء الله. نعم، السيد حسن المراني المدير الإقليمي للفلاحة بمكناس كنت معنا مباشرة، شكرا لك على كل هذه المعطيات. فيروس كورونا يواصل انتشاره السريع عبر العالم، الأرقام بلغت حتى اليوم أزيد من 16,600,000 إصابة، وأكثر الدول تضررا من الفيروس الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل. التفاصيل مع خالد الأحمدي. فيروس كورونا المستجد يواصل إرباك أجندات وخطط العديد من الدول للعودة إلى الحياة الطبيعية، وتخوفات من موجة جديدة من الوباء الذي يواصل انتشاره بسرعة عبر العالم سيما في أمريكا اللاتينية والكاريبي. رغم ذلك تظل الولايات المتحدة الأمريكية البلد الأكثر تضررا من الفيروس. الولايات المتحدة سجلت 57,000 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى أزيد من 4,400,000 إصابة، فيما يفوق عدد الوفيات 150,000 حالة وفاة. البرازيل تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة بإحصائها أكثر من 2,000,000 إصابة وأزيد من 87,000 حالة وفاة. وبعد أن اعتبرت العديد من الدول أنها سيطرت على الفيروس سيما في أوروبا، تبرز لديها حاليا تخوفات من موجة جديدة من الوباء في ظل ارتفاع عدد الإصابات، ما أجبرها على العودة إلى تشديد الإجراءات الصحية.
بألمانيا يحذر معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس منذ عدة أيام. معدل حالات الإصابة الجديدة اليومية بالفيروس ارتفع إلى 557 حالة منذ أسبوع، ما حمل السلطات الألمانية على التوصية بالعدول عن السفر سيما إلى إسبانيا. من جهتها بلجيكا تشدد القيود الصحية، تسجل أعلى معدل وفيات بالنسبة لعدد سكانها، 85 وفاة لكل 100,000 شخص. وتشكك منظمة الصحة العالمية في فعالية إغلاق الحدود بين الدول، وتؤكد أن لجنة رئيسية ستجتمع الأسبوع الجاري لمناقشة حالة الطوارئ في العالم بسبب فيروس كورونا المستجد. شاطئ واد لاوي يتوج باللواء الأزرق، علامة واستحقاق يجعل من الجماعة الترابية لواد لاوي وجهة مفضلة للعديد من المصطافين بفضل نظافته والتزام مرتديه على الحفاظ ببيئته. عبد الرحيم بن شيخي وعبد العلي الجنوني. للمرة الثامنة يرفع اللواء الأزرق على شاطئ واد لاو، اعتراف بمطابقة هذا الشاطئ لعدد مهم من الضوابط التي تجعله نظيفا وقابلا للسباحة واستقبال المصطافين في ظروف جيدة. واللواء الأزرق دعوة لزيارة هذا الشاطئ المتوسطي الهادئ. اليوم الحمد لله يعني واد لاو يعني منتعشة، على أنه كتعرف يعني واحد السهية مزدهرة، السياحة مزدهرة، كتعرف يعني واحد النمو مضطرد في كل، كتعرف يعني نظافة يعني في كل أطراف ديال المدينة، كتعرف يعني التوافد ديال الساكنة والتوافد ديال الناس اللي هما كيزوروها باستمرار، وهذا كله رجع على العمل اللي كتقوم به الجماعة في هذا الجانب هذا. وتفضل العديد من الأسر شاطئ واد لاو بحكم التردد عليه لسنوات مضت والتعود على نظافته. البحر ديالنا الزوين واد لاو، وخاصنا نحافظوا على النظافه، وخاصنا ملي يكون عندنا شي زبله شي نظافه شي حاجه نسيبوها في النظافه، وخاصنا ملي نكونوا خارجين نديروا الكمامه. فيها المؤهلات اللي كتخول الناس يجيو يصطافوا ويتبحروا بطريقه مزيانه. واد لاو مدينه غزاله نظيفه، من صغرنا حنا كنجيو نبحروا فيها، ناس مزيانين، البحر ديالها زوين، كلشي مزيان، كنفضلوها على اي شاطئ شمالي. اللواء الازرق علامه اساسيه تتوج مجهود عدد من الشركاء خدمه لبيئه نظيفه تحترم كل مواصفات الحياه السليمه. واللحظه نذكركم بابرز ما جاء في هذه النشره. مجموع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة يصل إلى 72 حالة، من ضمنها 7 حالات تحت التنفس الاصطناعي. وسط إجراءات وقائية تهم الكسابين والزبناء على حد سواء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إقبال متزايد تشهده أسواق بيع الماشية بمختلف جهات المملكة، والنموذج سوقناه إليكم من جهة بني ملال الخنيفرة. دعم سلسلة إنتاج وتثمين البرقوق المجفف للرفع من الإنتاجية وتلبية حاجيات السوق المحلي والجهوي والوطني جعل منه رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة فاس مكناس. شكرا لكم على المتابعة، وطابت أوقاتكم بكل خير.